اكيد. الوغ حنايا اليوم في افتتاح مطعم اول من نوعه هنايا مراكش، كنا قدمنا لكم واحد المطعم ديال ليدي بوشي اللي هو اول من نوعه في اللحوم، دابا قدمنا لكم مطعم ديال احلام بيشاق اول من نوعه بالنسبه للاسماك. يعني حنا تنكونوا سباقين في تقديم كل ما هو جديد للعوائل المغربيه، للمغاربه ديالنا سورتو المراكشيين. حنا كاينين بزاف ديال الحاجات اللي حاليا في مراكش وما كاينينش في المدن الاخرى، تنحاولوا ان نوصلهم للمشاهد ونوصلهم على احسن صوره، وتنمشيو غير البلايص اللي يستاهلوا اننا نقدموهم باش طبعا المستهلك والزبون يكون فرحان ويكون يعني يكونوا الناس اللي حالين المحل يكونوا في المستوى اللي هو مطلوب. نوعيه الاطعمه اللي تقدم المطعم؟ الوغ نوعيه الاطعمه خاص بالاسماك وفواكه البحر، احلام بيشور باين من الاسم ديالو، يعني هي جابت ماكولات جديده اللي اول من نوعها في المغرب، بحال شاورما السمك، رفيسه السمك بسطيله طبعا كاينه ديال السمك، هي دارت كسكسو ديال السمك، يعني انواع جديده اللي الشيف ديالنا تبارك الله عليه قدمهم احسن صوره والطعم رائع، وان شاء الله الزبائن راه غادي يشهدوا بهذا الشيء ملي غادي يجربوهم. بعيدا على الافتتاح، كيف كان العمل ديالك مع الاخ جواد؟ دائما انا وجواد تنتلاقاو في مناسبات مراكشيه ومناسبات خارج عن مراكش، يعني الزبائن ديالو والاصدقاء ديالو تنكونوا مشاركين، يعني انا تيكونوا اصدقاء ديالي. دائما الاجواء ديال جواد رائعه والخدمه ديالو تبارك الله عليه تاهي رائعه، وانسان رائع وصديق عزيز، الله يحفظه ويخلي ليه وليداته. ان شاء الله دائما انا عندي الجديد، ان شاء الله عندنا واحد يعني تظاهره ديال المصممين اللي غادي تكون في دبي ان شاء الله في شهر واحد، نتمناو تكون شي حاجه جديده اللي غادي نقدموها بالنسبه للمصممين المغاربه، غادي تكون ان شاء الله في دبي تظاهره رائعه في المستوى عالي. شكرا لك. السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا مرحبا بالصحافه ديالنا، مرحبا بلاله السلطانه عندي، مرحبا باختي السلطانه عندي، مرحبا بكم، ربي يخليك ربي يخليك، مرحبا بناس مراكش، مرحبا بالصحافه ديالنا، مرحبا بكم عندنا. المطعم ديالي خاص بالمأكولات البحريه، خاص بالمأكولات البحرية. حنايا عندنا سميتو عندنا رفيسة بالحوت، عندنا الشاورما بالحوت، عندنا الفطور بالحوت، فطور بالحوت سبيسياليتي ديال الحوت، هذا ما كاينش هنايا في مراكش، حنايا دخلنا نوفو كونسيبت اللي دارت احلام، كونسيبت جديد اللي دارته، يعني عندها تتقدم اطباق اللي جديده واول مره غادي نشوفوها هنايا في مراكش وفي المغرب يمكن، وماشي غير اطباق جديده على تطعم شي نكهات جديده اللي الشيف ديالنا تبارك الله عليه تحفنا بها. اختاريت الحوت، اختاريت الحوت حيت انا كبرت في الحوت، بابا عنده تبارك الله حتى هو راه خدمته الحوت، راجلي خدمته الحوت، حنا كاملين عائله، انا عائله حويطه من جدي لهنايا.